الأردن أنتم أهل الكرامة وأهل الجود وأهل الشجاعة وأهل النخوة، وقد زكاكم رسول الله، رسول الله قد زكى الأردن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفئة التي سوف تقاتل الدجال في آخر الزمان، قال: وسوف يكون في آخر الزمان من أهل الإيمان قلة، سوف يكون في آخر الزمان من أهل الإيمان قلة. قال: والإيمان وأهل الإيمان يكونون في ذلك الزمان في بطن الأردن. على لسان رسول الله، على لسان رسول الله صلى عليه وسلم.